اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دوليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا 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 قبل ما نبدا الفيديو ده ما تنسوش تسالوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ومقطع النهارده ابطال جدا جدا استوديو ومتحمس جدا جدا بصراحه للمقطع ده عشان المقطع ده يا ابطال هنستعرض فيه حاجه جدا جدا جامده كنا يا ابطال يعتبر كلكم يا ابطال مش انا لوحدي بس كلكم حرفيا شفتوا التحديث يا ابطال اخر تحديث اللي احنا نقدر نبحث عن اي حاجه احنا عايزينها المقطع يا ابطال يعني في اول مقطع انا اكتشفت فيه بصراحه الموضوع ده كنت بحس فيه على الهيدلس والهيدلس بصراحه انا اتفاجئت جدا جدا منها ولقيت بجد ابطال كميه وشوش جدا جدا غريبه زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي ولكن مقطع النهارده هنبحث عن حاجات جدا جدا مختلفه هنبحث عن الوان هنبحث عن روبوكس ايوه بصوا هنعمل حاجات جدا جدا غريبه في المقطع ده متحمس جدا ابطال اتمنى ابطال تكونوا متحمسين للمقطع انزل هنحط احلى لايك في الكوكب وكمان اشترك حالا فكره عشان نوصل 200 الف مشترك ويلا بينا انا متحمس بجد اقسم بالله المقطع ده يلا بينا نعمل كده نبحث اول حاجه عن روبوكس او ماي جاد مفيش خلاص يبقى انا ممكن نكتب روبوكس بالطريقه دي يعني ايش عرفنا انا ما اعرفش بصراحه يعني ممكن نبقى كده او ماي جاد جاب اللي فعلا ديو ماشي دي بنعمل بيها ايه والله العظيم حلوه والله حلوه يعني تحس كانك باتمان روبوكس او بات روبوك بص هي المفروض باتمان بيلبس كده حاجه او سوبر مان يقعدوا يطيروا ولكن يعني شكلها جديد شكلها جديد قوي عليا اول مره اشوف الحاجات دي بليز روبوكس ده لو انت عايز روبوكس مش عارف دي ايه ده دي على عيني دي على عيني دي على عيني عايز اشوفها بسرعه 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 لف يا جدع لف اوه ماي جاد والله جامده شوفوا 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 ايوه هتلف امتى ديم جامده بليز روبوكس والله العظيم شكلها جامد طبعا ده من ورا ايوه خلينا ديم وربي شكلها جامد والله شكلها جامد حلو حلو خلينا نشيل دي ايه ده بقى الروبوكس ده هنعمل بيها ايه فين ورا برضك ورا صح ايه ده لسه ما جاتش اصلا واضح ان هي يعني بايظه باين عليها بايظه هي روبوكس بليز هنا بقى ابطال ايه ده اوه والله جامده والله العظيم حلو يا ابطال روبوكس بليز بجد حاجات حلوه بجد حاجات حلوه وفعلا ما كناش هنعرف نلاقيها هنا برضك دونيت روبوكس بس ثانيه ازاي الناس تبرع لي بروبوكس وانا في ماب البيوت وادي هنا سناره لكن استط روبوكس والله حلو ماشي حاجات كلها جميله هنا برضك دونيت روبوكس بس برضك الغريب ان انا اصلا الناس ازاي ابطال تبرع لي في ماب البيوت بروبوكس هي دي ابطال اللقطه هي دي الحاجه العجيبه هل ممكن ابطال تتوقع يبقى في تحديث من التحديثات يبقى في حاجه اسمها كده حتى هنا ابطال انا رافع يافطه اسمها جيف مي روبوكس بعد اذنك هات لي روبوكس مش عارف الموضوع ده يبقى حقيقي فعلا ابطال في ماب البيوت ممكن يدخلوا حاجه ليها علاقه بروبوكس بجد بجد هيبقى موضوع جدا جدا غريب وهيبقى نمبر 1 في لعبه روبلوكس والله العظيم انا يعني متفاجئ من بعد التحديث ده ايه ده اي لاف روبوكس طبعا كلنا اي لاف روبوكس كاب اي لاف والله طبعا والله ثانيه بقى يا جدعان عشان انا نعمل كده احنا نعمل كده ايوه بس لا لا خلينا نعمل بالشعر ايوه اي لاف روبوكس والله كلنا بنموت في روبوكس ماشي خلينا دلوقتي حالا نكتب مثلا لون اخضر تمام بصوا جرين ديم لون اخضر بقى عشان الروبوكس فهمني خلينا مثلا ابطال ممكن نشوف ده كده النضاره دي ديم يا شياكه ديم والله خلينا نشوف كده الاكسسوارات دي اوه والله جامد قوي ايوه الشنب ده جامد والله العظيم بجد بجد حرفيا الموضوع بقى جدا جدا جامد خلينا دلوقتي حالا يا ابطال ندوس كده ونشوف اوه واو والله ناقص يا ابطال يبقى فيه لبس لونه اخضر والله ده اللي ناقص فعلا هيبقى شكله جدا جدا جامد خلينا نجرب ده هيبقى غريب قوي لا يا عم انا كده شطان يا عم ايه الرعب ده والله العظيم ايه البيضه دي اوه لا غريبه برضك ايوه ده بقى ايه ده واو بس انا عايز وشي يبان بصراحه ايه دي واو ورا ظهري بس انا في حاجه ورا ظهري خلاص يا باشا ايوه نشوف ده لا انا لابس اي لاف روبوكس انا بحب روبوكس وبس كده ابطال لما نشوف دي ديم وربي جامد سكن اسطوره طب استنى نشوف ده اللي فوق ديم ايه ده والله كميه حاجات جدا جدا جامده فعلا باللون الاخضر الحاجات دي عايز اقول لكم كلها متضافه جديده على فكره ابطال كل السكنات دي على فكره كلهم متضافين جداد وهو هي إيه دي الحاجه الغريبه انا متفاجئ مش عارف ايه ده بصراحه خلينا ندوس هنا هيبقى حاجه انا افتكرتها هتبقى على الارض هتبقى حاجه مثلا حواليا ماشي تمام خلينا دلوقتي حالا ابطال مثلا ممكن نبحث هنا بيقول لك طبعا تقدر تبحث عن قبعات هير فيس باك ويست معرفش ايه اللي هو رقبه فرونت حلو قوي كل الحاجات دي نقدر نبحث عليها كويس يعني ممكن مثلا يا ابطال مش عايزين نكتب الوان يعني انا عارف لو جبت طبعا رد تمام هيجي لي طبعا ابطال حاجات كلها لونها احمر لو جبت مثلا بلو هيجي لي ابطال حاجات جدا جدا كتير لونها ازرق كتبت مثلا يلو
تمام، اللي هو اللون الاصفر هيجي لي حاجات وكل ده وطلع يعني بجد بجد شكله ايه ده، ايه المربع اللي في وشي ده؟ فعلا لو طال اللون الاصفر بيبقى جامد قوي. هلا مثلا نكتب وايت، يعني عرفنا كده ان كل الوان هيبقى منها اكسسوارات ونضارات وحاجات جدا جدا جامده. بس ليه الاسود هنا بس ابيض على اسود يعني؟ ماشي. هنا بقى ابطال، فكرت ابطال انا ابدا ابحث عن حاجات غريبه، نكتب ابطال خارقين سبايدر مان مثلا يعني. او ماي جاد بايز، نكتب مثلا باتمان مثلا، نكتب او ماي جاد جاب لي فعلا باتمان، وجاب لي قناع باتمان ديم والله حلو. نرمكت مثلا نكتب سوبرمان، او ماي جاد يعني مش باين قوي، لكن حرفين ابطال، احنا ممكن نعمل حلقه كامله نبحث فيها ابطال عن الابطال الخارقين والله العظيم. نكتب غوكو ديم والله، دي ده غوكو، ده فين غوكو في الكلام ده؟ فين غوكو؟ طيب يعني جايب لي حاجات غريبه. خلاص خلينا نكتب لاعبين كره قدم، ميسي ديم جاب لي وش ميسي والله بموت. يا لهوي يا جدعان والله يا جدعان، يبقى دي في حلقه، ايه ده يا اما اتخضيت، في يا جدعان كده حلقه تمام عن لاعبين كره قدم، لاعبين كره قدم حرفيا نبحث عنهم واحد واحد، والله الموضوع جدا جدا غريب. هنكتب رونالدو، كريستيانو رونالدو يعني اقصد. سي بصوا انا كده بقول سي والله سوي هلا دلوقتي حالا يا جدعان كده مثلا نكتب، ممكن مثلا نكتب فلاج علم، الحاجات دي عاديه. جاب لي اعلام اويا، يا ريتني ما بحثت، جاب لي علم استغفر الله العظيم، وجاب لي علم مقزز والله مقزز، جاب لي اعلام وحشه قوي لكن جاب لي اعلام الدول، او ماي جاد الله ينور، جاب لي اعلام عربيه، ادي بقى جاب لي علم تونس. ايوه فين تاني فين تاني؟ حلو جايب لي، انا عايز اشوف اوه علم مصر ديم والله، كل عشان جبت فلاج بس كويس. صح ابطال ما بيبيض اتطورت، بقت بتهتم بكل الدول، بقت بتعمل حاجات انا عمري ما شفتها فعلا يا ابطال. عشان كده حرفيا ابطال الماب دي دلوقتي يعني هي كده كده ابطال كانت نمبر 1 يعني، هي اصلا هي دايما الماب الاولى الاسطوريه، ولكن بعد التحديث ده بقت اسطوره اكتر واكتر وبقت قويه اكتر، والناس بدات تحبها بطريقه جميله قوي قوي قوي. وانا بصراحه بدات احبها لان حرفيا يا ابطال كده كده انتوا عارفين ان احنا دايما بنجيب افكار جدا جدا اسطوريه على المباد دي، والافكار حرفيا ما حدش اصلا بيعملها غيرنا. انا متحمس جدا اصلا للمقاطع اللي جايه. خلونا دلوقتي مثلا يا ابطال ممكن نبحث عن اي حاجه ثانيه، بحثنا عن مثلا لاعبين كره قدم، بحث او ماي جاد نكتب دبليو دبليو اي مصارعين مثلا، مفيش. ممكن مثلا نبحث نكتب دولار يعني فلوس يعني، واو والله حلوه قوي والله ابطال موضوع ايوه اللي هو جامد، وادي نضاره ما اعرفش، بس دي ليها علاقه بروبوكس شويه برضك، ليها علاقه بروبوكس. ممكن مثلا نكتب، ممكن لحد دلوقتي مش عارف ممكن مثلا اكتب ايه، بفكر ابطال معاكم يعني، فكروا كده معايا تحت في الكومنتات. انا بفكر ان انا اكتب يعني، انا كتبت فلاج، كتبت ما اعرفش ايه، كتبنا الوان، كتبنا لعيب الكوره كده، وانتوا برضك ابطال قولوا لي تحت في الكومنتات عايزيني ابحث هنا على ايه. هنعمل حرفين ابطال سلسله على الموضوع البحث ده، بجد بجد ما اتعملتش خالص في اليوتيوب، وهيكون جدا جدا سلسله حلوه، وانا متحمس اصلا لان انا بجد بجد مش هكون عارف يعني. انا ممكن مثلا نكتب اسامي لاعبين، نكتب محمد صلاح، تخيلوا موجود، مش موجود يا، طب نكتب صلاح او صلاح مش عارف، ممكن مش موجود برضه. طب نكتب ليفر بول، انا كتبتها غلط بقى ليفر بول، ايوه كده صح مفيش. طب ارسنال، طب بروك بروك هابن، اكيد يا ابطال هنا في كلمات بروك، اكيد يا ابطال هنا في كلمات سريه بتطلع علينا سكنات غريبه ومجنونه وعجيبه قوي، وانا متاكد مليون الميه من كلام ده. انا حاسس يا ابطال ان المكان اللي احنا بنكتب فيه ده في كلام معين هنكتبه، وهيبقى فيه حاجات عجيبه، وهيبقى هيطلع لنا حاجات عجيبه قوي. وانا اكيد يا ابطال عشان كده بقول لكم عايز نعمل السلسله دي، اكيد يا ابطال هيطلع لنا حاجه عجيبه، زي ما انا جيت كتبت ميسي، ازاي يطلع لي وش ميسي بجد؟ ممكن نكتب مثلا ستيبي، ايوه اللي هي شكيبي ده دب، مش عارف كده كتبتها، مش بعرف اكتبها للاسف، ولكن ممكن نكتب مثلا فات اللي هو مثلا راجل تخين، كتبت فات. ديم والله جامد، اعوذ بالله اتخضيت منك يا عم، انت هتفضل ماشي ورايا كده راجل تخين؟ طب ده ايه ده، وش ده يبقى وشي؟ واو يا السكنات اللي ممكن تتعمل والله، والله شيخ خالي، ايه البطه دي؟ طيب ايه البطه اللي فوقيه دي؟ طب وده دي هنا شكل قطه ديم والله، طب وادي هنا البطه، انا البطايه، ايه ده دي ورا دي ورايا، ايوه ده ديل
تأكيد ديلي صح؟ خلينا نتأكد ديلي. والله ده شيء ايه ده، انا بتحول لوحش دلوقتي، محدش يجيلي ولا يتكلمني ولا يتصل علي عشان دلوقتي يما يا نهار ابيض بتحول دلوقتي وحوش وبصوا ديل وحاجات جدا جدا. ايه ده، ايه الشكل ده، يا نهار ابيض بقى واحد تخين ومعايا بطه واحد تخين. يا سلام سلم، والله العظيم حرفيا بجد بجد طلعوا عايزين نعمل سلسله على الموضوع ده، لازم يا ابطال تنزلوا حالا وتوصلوا المقطع ده لايكات كتير قوي، والله لايكات كتير يا ابطال، واكتبوا تحت في الكومنتات لو انتوا عايزين يا ابطال اعمل سلسله عن موضوع البحث ده، بس والله يبقى شيء جامد قوي وانا متحمس. مره يا ابطال نبحث على مثلا الوان كلها، تمام؟ ممكن مثلا مره نبحث على مثلا لاعبين كره القدم، المصارعين، معرفش مين. بصوا انتوا بقى اللي هتقولوا في الكومنتات وهتقولوا يا ابطال افكار، واحنا هننفذها ان شاء الله، وباذن الله انا متاكد ان السلسله دي اكيد كده هتعجبكم. بصراحه المقطع النهارده كان جدا جدا جامد ومليء بالمفاجآت، وفعلا فعلا يا ابطال انا متحمس جدا ان نعمل السلسله دي في اقرب وقت كمان. ويعتبر بس كده يا ابطال، ولحد هنا مقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده، ما تنسوش تحط حالا لايك للفيديو ده وكمان سبسكرايب للقناه، ما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، بجيمنج اكس وي سلام.